الشيخ الحمد لله. بارك في حضرتك يا رب. كنت مش هطول على حضرتك ان شاء الله. انا فاضل عام في الكليه ماشي وابحث عن زوجه صالحه. انا اعمل في الصيدله وانا في كليه الصيدله، ولكن يعني كلما التمست يعني زواجا يسيرا يعني مثلما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، يعني انا ادفع مثلا المهر واجد رجلا يعني يعينني في الزواج بدون تكاليف باهظه ان كان من ناحيته او من ناحيتي، ولكن كلما تتكلم مع احد يعني اقول له من يرضى بهذه المواصفات ومن يرضى صبرا صبرا يعني صبرا صبرا. السؤال يعني انت عندك سكن؟ عندي شقه في المدينه وعندي شقه في البيت ويعني اريد زواج يسير. انا اعمل. بس اصبر علي بس واحده واحده. عندك شقه تمليك ولا ايجار؟ تمليك. طيب الحمد لله. اشتراها لي ابي. ايه؟ ابي اشتراها لي منذ فتره، وعندي شقه في قريه في الريف، الشقه الاساسيه في المدينه وعندي سكن في الريف. سكن في ايه؟ في الريف. في القريه الريفيه. طيب هذه انا الان يعني. طيب اصبر علي. اصبر. في عندنا في الشريعه شيء اسمه مهر المثل. يعني البنت زواج بمهر مثلها، إن وافقت البنت على التنازل عن مهر المثل لها ذلك. أنا لكن أستطيع أن أدفع المهر. اصبر بس، اصبر علي. هل تستطيع أو هل ترضى أنت إذا تقدمت لشخص أو البنت قال لك أنا جاهزك بس تكتب الدين عليك، يكون عليك دين، توافق ولا ما توافق؟ أنا أستطيع أن أدفع المهر الآن، وأبي قال لي أنه يساعدني عادي. أمال إيه المشكلة طيب؟ أنت عندك شقة وعندك مهر، إيه المشكلة؟ أنا أحتاج يعني لا أستطيع أن أقيم وليمة كما يريدون ولا وليمة سهلة، ممكن تعمل وليمة عدس حتى، يعني مش مشكلة. مش لازم لحمة. الرسول ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب، أولم على زينب بشاه. اما صفيه بنت حيي وغيرها من النساء ما اولم بلحم. المشكله ان ابي يرفض هذا المبدا لانه رجل معروف بين الناس، ولكن هو يريد طيب أن يعني ابوك شهم وجدع خليه يجيب لك كم شيء يخرج الى المعاش ويقبض راتب المعاش ويفعل به الوليمه. وانا انا اريد العفاف والله، اريد ان حتى العفاف ببلاش يعني ما تدفع يا اخي. حد قال لك نحن نقول لك ما تذبحش شاه، هات لوبيا وبطاطس واعمل وليمه لوبيا وبطاطس، ما فيش مشكله. لكن تقول ابوك لا يرضى، طب ماذا نصنع احنا؟ يعني المشكله عندك انت مع ابيك. ما ينفعش تاخد ثمن كبشين وتسددهم فيما بعد، انت راجل صيدلاني. انت بخيل ولا كريم؟ صحصح معنا. والله لست بخيلا. لا شكلك كده بخيل يعني، لكن اليمين الله وقفتني. لا انت صيدلاني. هات تقاضى في الشهر 4000 جنيه 5000 جنيه. نعم. اقترض كمان خمسة من صاحب الصيدلية واخصمهم شهريا. لم أتخرج من الكلية بعد، تبقى لي عام واحد ولكني أعمل في أحد الصيدليات، وإن شاء الله أثق في الله سبحانه وتعالى أن يوسع لي في رزقي. لعل الله يسمع كلامك لواحدة من البنات اللي عايزين يتزوجنا أو لأهلها ويسألون عنك أولا، نصحهم يسألوا عنك، هل أنت مضبط عقليا ولا لسه؟ لازم نسأل عنك. ماشي، اترك هاتفك يا حسن، خذ هاتفه، ومن أراد من السامعين أو أرادت من السامعات أن تقبله بهذه الشروط يتصل به ويسأل عنه. خلاص يا عريس؟ إن شاء الله. عريس مع إيقاف التنفيذ. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك.